يوم حملت بريان وقيل لك في المستشفى أنه سيكون لك ولد، قلت يا الله كم أنا سعيدة، كم سأكون فرحة لأن الله رزقني ابن. أي امرأة في العالم يكون عندها ولد واللي يكون عندها فتاة تفرح به، فرحتك كانت كبيرة وفرحتك كانت سعيدة، ولكن الدنيا بحالها وبحزنها وبعجبها، لا أحد يعرف كيف سيكون المصير، كيف ستكون النهاية، خاصة للمسافرين والذين يفهمون لغة السفر. أراد القدر أن يأخذ ذلك الفتى ريان. أنا نقول لأم ريان أنت محظوظة. لماذا أنت محظوظة؟ لأن ولدك تعاطف معه العالم، دعا له العالم، جميع الجزائريين، جميع العرب، جميع الأخوة، كلهم كانوا يقولون يا ربي هذا الطفل يخرج، يا ربي هذا الطفل يخرج، بصوت واحد وبلغة واحدة. نقول لأم ريان كما حملت به وكما منحك الله هذه الهدية، الله أراد أن يأخذ أمانته وأراد أن يأخذ هديته. صعب أن تقول الأم ما تبكيش لأن الكبدة صعيبة.